بهدف بناء القدرات حول مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موريتانيا، نظمت أليسكو ورشة عمل حول المؤشرات الرئيسية لهذا القطاع ومنهجية جمع البيانات وحسابها. في الجامعة الأمريكية في بيروت، عقدت أليسكو ندوة حول قوانين المنافسة وسياساتها، هدفت إلى إنشاء منصة للطلاب للتفاعل مع خبراء في هذا المجال. في عدن، نظمت أليسكو ورشة تدريبية بهدف تمكين المؤسسات الوطنية الرئيسية في اليمن من القيام بدور رائد في تصميم نظم وبرامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها. تابعونا لمعرفة المزيد.